صناعة القادة هي من أهم شيء. لابد أن نتعاون كلنا في أعمال الخيرية. الآن نحن هدفنا إسعاد مواطني دولة الإمارات، ولا أريدكم أن تنظروا أقل من رقم واحد. محمد وصاياها الثمان. سعادة اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي. واجب علينا أن نكون معاهدين موالين مخلصين لهذا الوطن الغالي ولهذا القائد الفذ الذي رسم لنا هذه خريطة الطريق. نحن اليوم نعاهد سيدي صاحب السمو بالمبادئ الثمانية وأن تكون منهجنا، ونعاهده بكل ما يأمرنا به، بأرواحنا، بكل ما نملك لهذا الوطن الغالي المحصى، أن نكون مواطنين لدولة الإمارات العربية المتحدة فهذا شرف عظيم لنا، أن نكون أبناء دولة الإمارات فهذه مفخرة لنا، أن نكون ممن يستطيعون تقديم أو رد جميل لهذا الوطن فنحن سعداء أن نكون مبادرين في رد جميل هذا الوطن الغالي المعطاء. المبادئ الثمانية اللي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم بي الله يحفظه ويرعاه ويحميه، توجيه سام من سموه وواجب وطني يجب علينا نحن كمسؤولين مواطنين انتهاجه وترسيخه في حياتنا ومؤسساتنا، والالتزام بكل ما جاء بها لتبقى دولة الإمارات تسمو بروح التسامح والعدل. محمد وصاياها الثمان الأولى 107.4.